السلام عليكم، جد سعيدة أنني ألقاكم يوم جديد وفي موضوع جديد. بالنسبة لموضوع اليوم غادي نهضروا على التنمر وشنو هو التنمر، كيفاش الآثار الجانبية سواء كانت على الطفل أو على الرشيدين، وهو بصفة خاصة يقدر يصيب الطفل وتقدر يأثر عليه بزاف. دونك هنا نهضروا أيضا على الضغوطات النفسية، وحنا في واحد الفترة اللي عشنا واحد الضغوط نفسية وما كانش سهل علينا، ما كانش سهل هذا الحجر الصحي اللي دوزنا، ومازال ما عارفينش كيفاش غادي نزيدوا نتعاملوا مع الأوضاع الصحية. فديكشي علاش تنتناقشوا اليوم ونتحدثوا على هذه المواضيع، ونتمنوا بان يمكن هذا تقاسم تجارب ويمكن هذه الدراسات نبينوا ان كاين واحد الحلول اللي نقدروا نستعملوها. فنبداو باول موضوع اللي هو التنمر. فعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولينا تنسمعوا الناس بزاف تهضروا على التنمر، وهنايا التنمر ولا واحد الحاجه اللي مزيان اننا نوعوا بها، لحقاش هو راه ماشي شي حاجه اللي جديده، هي واحد الحاجه اللي قديمه بزاف ولكن كانت يمكن مهمله، ما كانوش الناس يهضروا عليها سابقا بزاف. فدابا ولاو بزاف اللي تيوعاو، وهذا الشيء شيء جميل لان احنا محتاجين اننا نوعاو بهذا الشيء، محتاجين انه نشوفوا المشكل ونراعيو من الطفل باش يكون صغير. وهنايا تنطلب كل واحد يقول لنا تجربه ان كيفاش عاش قصه التنمر في الصغر نتاعو، ولا يمكن دابا تعيش واحد المعاناه مع التنمر. فما هو التنمر؟ التنمر هو واحد الاعتداء لفظي او الاعتداء جسدي ولا تعنيف. هو من جا التنمر؟ جا من كلمة النمر، وهو واحد النمر تحس براسه كبر من الناس، يعني واحد الشخص المتنمر تحس براسه كثر من هذاك الانسان الاخر، فتقدر يبدا يعطيه واحد الالفاظ اللي يمكن تتجرحه واللي تيكون تيقصد الاذى، انه يؤذيه. يعني ماشي تيقول راه غير غادي نعطي التنمر وغادي نقوله غير بطريقة عفوية، لا ولا ما قصدش، لا، هنا تيكون متعمد هذا الشخص اللي تيمارس التنمر. هنايا مالوغوزمون انه كاين حتى بعض الاهل اللي تمارسوا التنمر على الابناء ديالهم. قلنا بان التنمر هو واحد الضغط اللي تيقدر يمارسه، وهو عنده علاقه ايضا بالضغط النفسي، غادي نهضروا عليه وكيفاش الضغط النفسي تتعيشوه ولا كيفاش تنعيشوه مع هذه الاوضاع. دونك هنايا هذا الشخص المتنمر تيقدر يدير واحد الاساءه، وهنا كاين واحد الحاجه اللي جديده ايضا تنهضروا على التنمر الالكتروني ايضا. فاحنا اللي تنقصدوا سيء السمعه ديالنا، وهنا بزاف الناس قلنا بانهم عانوا من التنمر، وانا منهم. هنا انا ايضا كنت من الناس اللي تنعاني من التنمر في الصغر نتاعي، ولاني كنت محتاجه بزاف ديال الحصص اللي غادي ندير معالجه نفسيه ولا لي ثيرابي اللي غادي يعاونوني باش نحيد ديك الاثار السلبيه. هنايا راه المشكل انه فاش ما تنعالجوش هذا الشيء وديك الشيء ديال الماضي، اكبر الاسباب اللي ستؤدي مع كامل الاسف ونقولوها واخا ما تنبغيش نلفظ بحال هادشي، هو الاكتئاب والحالات الشديده للاكتئاب، واللي مالوغوزمون تقدر ايضا تؤدي الى الانتحار. فحنايا تنهضروا على باش نعرفوا الخطوره نتاعو وشنو هي الاهميه نتاعو، وشنو هو الواجب ديال الاباء باش ينتبهوا للاطفال نتاعهم، وشنو الواجب نتاعنا الى حنا كنا مازال تنحسوا براسنا تنتاداو، من حيث حنا كاشخاص ماشي مجبرين اننا نكونوا كاملين بحالنا، ولا كيف ما فايتين هضرنا عليها فاش هضرنا على الثقه في النفس، باننا خصنا نكونوا في واحد المول سوسيال، استاذير حنا ماشي بحال واحد المول خاص كلنا نكونوا بحال بحال. يعني الا كنت انا مختلف، ديك الاختلاف يقدر ما يعجبش ناس اخرين، وهذاك لفت انه ما يعجبش ناس اخرين تقدر يخلق لهم وهما تيحسوا براسهم احسن. دونك هنا تيبداو يديروا واحد اللي قلنا تنقولوا تنسميوه التنمر او الاساءه او التجريح او الترهيب او التحكم او التلاعب او القمع. دونك هنايا هادو كامل واحد الحاجات اللي تقدروا يقوموا بها الناس المتنمرين. التنمر هو ضغط على الآخر والتنقيص منه، سواء من ناحية الشكل أو اللون أو العرق أو الديانة. بالفعل فهنايا الأخطر فيه هو واحد الحاجة اللي كاينة في واحد الآية القرآنية، ولا تنابزوا بالألقاب. دونك هنايا تنبدا نعطي واحد اللقب، هنايا كاين واحد الأشخاص اللي عندهم واحد الخاصية، وتنبداو أنا مثلا كانت واحد اللقب تيتعطى لي مثلا في الصغر تاعي، هنايا كان فيه واحد التجريح
وهنايا كان صعيب انه نقدر نتماشى معاه، وتعرف ناس بزاف اللي كانوا تيعيشوا هذا الشيء، ولكن هنايا خصنا نعرفوا بانه راه هذا الشيء الناس، المشكله انه التلامذ مثلا هي مع بعضياتهم ما تيحسوش بانهم راه تياديوا الشخص الاخر، بالنسبه ليهم راه تيضحكوا معاه، وهما تيبداو واحد المجموعه ديال التلاميذ تيكونوا متفقين مع بعضياتهم صافي، تيبقاو يتحدوا وتيبداو يتنابزوا بالالقاب على شخص اخر، وتيبداو يعطيو لقب لكل واحد، وماشي شي لقب زوين، بالعكس اللي تيكون كله تجريح. علاش؟ من حيث واحد الانسان عنده شكل مختلف، من حيث عنده لون مختلف، عنده واحد العرق مختلف. هنايا كاين حتى واحد الحالات خاصه، هنا ما نساوش انه يقدر يكون من وليداتنا من عائلتنا واحد الناس، واحد يقدر يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا. هنا مشيت لواحد الجانب اخر، ولكن هما ايضا راهم ناس عاديين، هما ما اختاروش بحال هكا، ولكن انني نجرحهم وانني نضغط عليهم وانني ننقص منهم من حيث هما مختلفين، فهل منا كان شي واحد اللي تيختار انه يكون مختلف، ولا يكون يمكن عنده واحد المرض، ولا عنده شي حاجه، ولا لون مغاير هو اللي غادي يخلق واحد العنصريه، واللي انه واحد اخر غادي يبدا يجرح فيا من حيث انا عندي هذا اللون مغاير، فهاد الشيء تياديني. دونك هنايا خاصنا نردوا البال لهاد التجريح مرسوح على الاشخاص الاخرين، فهاد التجريح ماشي من صالحنا ان تنادي الشخص الاخر، وانا ما تنحش بانني تنكون تناديه. التنمر خاصنا نهضروا عليه، ما خصناش نسكتوا عليه. هذا الموضوع كان يمكن قديم، قلنا راه مذكور في القران ولا تنابزوا بالالقاب، هنا راه تنهضروا غير بعد التنمر الخفيف، يعني ماشي بالتعنيف، يعني ماشي بالضرب، حيت كاين اللي بالتنمر غادي يضرب، وكاين اللي حيت عرفت هنايا تنقولوا الحقره، تنقولوا شحال من كلمات اللي يمكن تنعبروا عليهم، ولكن هنايا خاصنا نعرفوا بانه هذا الموضوع الحمد لله انه ولا موضوع اللي بزاف اللي تيهضروا عليه، والناس ولاو تيعبروا ولاو تيقولوا كيفاش خاصو يخرجوا منه. حنا الهدف ديال لايف اليوم هو نعطيو شنو هما الوسائل اللي بعد الاهل خاصهم يديروها مع الاطفال تاعهم باش يحميوهم من التنمر، وايضا غادي نهضروا على كيفاش انا عشت وعانيت من التنمر، كيفاش خاصني نتعامل مع هذا الشيء. هنايا بزاف ديال التنمر تيكون من طرف العائله، تيكون هما يمكن تيقصدوه، ويمكن هما عين غير قصده، يمكن ما تيقصدوش انه يجرحونا، ولكن فاش يكون هنا فاش نهضروا، فاش نهضروا على التنمر ماشي هو فاش واحد اللقب وغادي يمشي، لا بالعكس، هو فاش يكون تكرار. وهنايا مالوغوزمون كاين مع كامل الاسف كاين واحد الاباء ولا الامهات اللي تيبقاو يكرروا واحد الكلمه مثلا، غير تيكون عندها مثلا الاطفال كلهم لون البشره ابيض، وواحد يكون عنده لون البشره اسمر، وتبدا لقب بحال اللي هو شي حاجه اللي مختلفه. حنا تنعرفوا بانه البشره واحد تيكون اجمل الاخر حيت لون البشره، بالعكس عندنا كاين ملك والناس جميلين جميع الوان البشره. ما نساوش انه ما نبقاوش نكرروا هاد الالفاظ، لحقاش هي الا رجعنا للهضره اللي تنهضروا عليها ديما، هي الترسيخ في العقل الباطن. فهذاك الطفل ولا كان كانسان ولو بالغ، وفاش تيكون هاد التجريح المتكرر، دونك هنا فاش فوقاش قلنا فاش يكون تكرار، فاش يكون التجريح المتكرر، فهاد الشيء تيأثر على النفسية ديالي، وتنقدر نقتنع بأنه أنا بصح ديك الحاجة. التنمر كيأدي بعض الأحيان للإنتحار، لهذا خاص الواحد يرد البال يكون هو سبب قتل هذاك الشخص اللي تنمر عليه بالفعل. فإنسان ما تيردش البال، بالنسبة ليه هو ضحك معاه، بالنسبة ليه ولين حنا تضحك تنضحك مع إنسان، مرة تنقول له واحد اللقب، مرة تنقدر نقول له واحد كاع أنا غلطت وجرحته، ويمكن ما حسيتش راسي جرحته، ولين أنني نبقى نعاودو. انا بحال دابا غير فاش نقول واحد الانسان مثلا ما تيعرفش يدير واحد الحاجه ونهار الاول ما عرفش يديرها، تنقول له المكلخ، نعاود المره الجايه تنبقى نكررها، فاش نكون في التكرار صافي دخل في التنمر، وهذا التنمر يقدر يدخله في حاله اكتئاب، وما نعرفوش ديك الساعه علاش هو دخل في حاله، تنقولوا مالو دخل في حاله اكتئاب، وراه يمكن حنا كنا السبب انه دخل حاله اكتئاب، فردوا البال ما نكونوش حنا السبب في التنمر. فالضرب فاش الا ضربني شي واحد باقي غادي نمشي نقولها لشي واحد ولا غادي تبان عليا الاعراض ديال الضرب، ولكن التنمر اللفظي ما تتبانش الاعراض نتاعو، والتفاش الى المشكل الكبير انه مثلا شي حد تيعاني من التنمر مثلا في القسم، فاش يمشي يقول الاستاذ انا تنعاني من التنمر ديال واحد الاشخاص، فتيجي الاستاذ يقدر ما يعطيهش الحق، ما يقدر ما يتبعوش بزاف.
فهنايا خاصنا نردو البال بانه كاساتذه ولا كمرشدين الى جاو عندنا تلامذ فنتبعوهم، لحقاش هنا كاين واحد التاثير نفسي كبير وكبير جدا، وتتولد واحد الضغط نفسي كبير عند الشخص الى كان التنمر. يعني مادام جاشك الا ونسمع له ما نقولوش لا وصافي دافع على راسك. هنا احنا بيان سور خاصنا نعلموا الاطفال تاعنا كيفاش يحميوا راسهم وكيفاش يتعاملوا معاه. نحن لا نرعى او بالاحرى لا نعطي اهميه للجانب النفسي بالفعل. فحنايا تنقولوا مادام الانسان واقف شنو مالك، تيجي لنا شي واحد تنقول تيحس براسو ماشي هو هذاك، تنقولوا عنده ضغط نفسي، مالك ياك عندك كل شيء، راك واقف راه هذا راه عندك كل شيء، ولكن ما تنعرفوش بانه يمكن واحد بقى تاثر عليه. وتنقولوا كيف ما تنقولوا بالعربيه الزن امر من السحر، يعني فاش نبقى نزن على واحد الانسان، وهنا ماشي الزن الايجابي، يعني انا لو كان الزن وكان بالفاظ ايجابيه يا ريت انه يكون عندنا بصح كان تكرار في الالفاظ الايجابيه. فحنايا ما كاينش هذا الشيء ولكن كاين الاساءه. دابا غادي ندوزو للعمليات كيفاش خصنا نديرو، كيفاش نديرو في حاله تنمر. اول حاجه هو خصني نشد واحد الورقه وستيلو وغادي نشد شنو هما الاجابات اللي يمكن نجاوب بها هاد الاشخاص اللي تيعطيوني التنمر. دونك هنا الا قدرت نجاوبهم باش نحمي راسي، ولا ما كنتش قادر وعارف بانه هذاك الانسان يقدر يأذيني الا مشيت جاوبته، فمن الاحسن نتجنبه ونحاول نجاوب غير راسي. يعني انا على كل حاجه قالها مثلا غادي يعطيني انا مكلخ ويبقى تيكررها، حنا انا خصني نجاوب نكتب رد ايجابي لنفسي ونكتب بانني انسان ذكيه، وشنو خصني نعطي البرهنه بانني انسان ذكيه. خصني نعطي العكس ديال داكشي اللي قال باش ما يبقاش يدخل العقل، تنهضروا على واحد العقل باطن اللي تيرسخ داكشي ويكون تاثير لمن بعد. ما فالتاثير ديال التنمر ما تيبانش في الحين، تيبان حتى من بعد. دونك حنايا باش نقدروا نواجهوا هذا الشيء هو ان خصني نعاود كتابه الشيء المضاد لهذا ونبين راسي، ماشي غير نقوله انا ما حاسش به، حيت هنايا بالعكس نحس بواحد الضغط نفسي اكبر. لا خصني نقول العكس اللي انا حاس به بصح، حيت ما خصنيش نقتنع باش داكشي اللي قالوا الشخص المتنمر. وهنا حتى فاش يكون مثلا العنف التعنيف الجسدي، فإلى انا خليت التعنيف الجسدي تنحس براسي، كنت تنحس براسي بانني اقل قوه، وهادشي اللي خلاني مثلا انه تنخلي الناس يتنمروا عليا. تيقدر يضعف لي الثقه في النفس، تيقدر يكون عندي ضعف في العلاقات في الكبار نتاعي، تيقدر يكون عندي بزاف ديال المشاكل في العمل في الدراسه وحنا ما عارفينش الاسباب. بالفعل فهو التنمر يؤدي الى ضعف الشخصيه. دونك هنايا اولا خاصني نجردو قائمه بالردود المناسبه، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو خاصني نقول مع راسي وشنو بغى يطرا كاع الى انا بصح كنت في هذا الشيء، يعني الى انا كاع فيا هاد الصفات شنو بغى يطرى اللي هما تيقولها المتنمر. وهنا خصني نمشي مع الافكار نتاعي الاعلى القيم، يعني انا غادي نستمر بالحياه وممكن تعيش مع هادشي، وممكن كاين ناس اللي كاين في هاد الالقاب اللي عندهم هاد الالقاب ووصلوا لواحد لواحد الحاجه اللي كبيره. مثلا نعطي ليكزامبل اللي معروف انا شفي روسي، كان اللقب اللي تتعطى عليهم هو لي بوال كاغوت، وكان بوال كاغوت سيتي واحد الانسان اللي كان تيعاني من واحد الضغط نفسي ومن التنمر، حيت ديما تيقولوها له انه اقل من الاخرين. فهادشي تيقدر يكون عليه واحد الضغوطات نفسيه، هما بالنسبه للناس كانوا تيضحكوا معاه وما كانوش يحسوا بانه تاذيه، ولكن كانت مؤاداه كبيره لهاد الشخص. كاين الحاجه الثانيه هو انه خصني نعلم الطفل او الشخص البالغ ايضا لغه الدفاع عن النفس. وهنايا كاين بزاف واكثر بالاكثر بحال دابا الكونغفو ولا الكاراتيه، ولا كاين بزاف ديال الحاجات اللي ماشي نعلم الانسان انه كيفاش يضرب، بالعكس نعلمو كيفاش يدافع على نفسه. يعني هنا بحال دابا اللي تيفرق مثلا الطايشي، ولا كاين بزاف ديال لي ميثود اللي ازياتيك اللي اسيويين واللي تيعاونوا الانسان باش يقدر يدافع على نفسه. هنا من منذ الصغار الى قدرنا نعلمو الوليدات فهو واحد الحاجه كبيره، وهنا خصنا نقولوا له ونعلموه. دايوغ هنايا كاع الاسيويين تيحضروا على هذا القضيه
القضيه انه الطفل ما خصكش تقول له انا تنعلمك باش انت تكون قوي، لا تنعلمك باش تكون عارف تدافع على نفسك، يعني باش يعرف بانه احنا الهدف ماشي هو ناذيو الناس، احنا الا كان هذاك الانسان من حيث اللغه اللي خلقها الانسان واللي فرقنا على الحيوان انه نتحاوروا، دونك حنايا خصنا نعلموا هذاك الطفل انه بغى يوصل لواحد الحاجه يوصل لها بحوار وليس بضرب او بتعنيف. فحنايا الا كنا تنتعلموا ولو اننا نشاركوا في بطولات، فالهدف من البطولات هو انا ماشي نضرب ولكن نعرف ندافع على نفسي لدرجه انه نكون قوي وواثق من نفسي. هنا ايضا من الحاجات المهمه هو انه خصني نعلم انه الطفل انه الا كنت يعاني من التنمر انه خاص يكون بالتبليغ، يعني انا كاهل نتاعو خاصني نبلغ على التنمر وباش ما ناديش، وخاصني نحاول الى حسينا قلنا واحد الطفل نتاعنا مثلا بانه تعاني من التنمر فخاصني نتواصل مع الاهل ديال هذاك المتنمر ونحاول نتعامل معاه. هنايا كان واحد توضيح اللي هي التنمر والاثار الجانبيه ديالو. نتمنى انه تكون تتجاوب على تساؤلات نتاعكم، كيف ما قلت لكم هو واحد الموضوع اللي عاد ولاو الناس يقدروا يمكن عندهم القدره انهم يتناقشوا عليه، ولكن مازال الموضوع مفتوح ومازال غادي نهضروا عليه بزاف لحقاش موضوع كبير وكبير جدا. الجانب الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها وهي الضغوطات النفسيه، وحنا دزنا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي بزاف الناس عانوا من ضغوطات نفسيه كبيره، واللي كانت بسبب الجلوس في المنزل، واللي كانت بسبب انهم يمكن تحكوا اكثر مع اشخاص، يمكن تحكوا اكثر مع المشاكل اللي كانت عندهم من قبل، يمكن هما كانت عندهم اصلا مشاكل كبيره من قبل وعاد حسوا بها مع هذا الحجر الصحي. فهنايا تنهضروا على الضغط النفسي تيقدر يكون بصفه عامه، ولكن مع الجلسه في المنزل كانت بانت اكثر. علاش؟ لسببين، اولا انه الانسان ما بقاش يتحرك بزاف ولا غير جالس، ولا تياكل ويجلس، يعني فاش تيكون غير تياكل ويجلس تيتفرزوا واحد الهرمونات، الغده الدرقيه اصلا ما تتبقاش خدامه بطريقه منتظمه، تقدر يكون تفاوت في الهرمونات، يا اما تتكون طالعه الافرازات فيها بزاف ولا نشيطه بزاف او هي هابطه بزاف، دونك هادشي ايضا تقدر ياثر على الحاله النفسيه نتاعنا. ايضا كاين التاثير انه الجسد فاش ما تيتحركش وتبقى غير في الاكل، هضرنا بالنسبه للنساء وهما النساء اكثر الناس اللي طلبوا باش نهضر على هذا الموضوع، واخا تيقولوا ان لا راني تنقدرش غير في الكوزينه ولا هذا، هنا راه تيقدروا ما يتحركوش ما تيوقفوا اكثر. وهنايا تنذكر بانه كاين فرق كبير بانه بين الحركه وبين الوقوف، بالعكس خاصني نتجنب انني نوقف بزاف، ولكن بالعكس الا كنت في الكوزينه نحاول نجلس، ولكن خاصني نتحرك، الجسد نتاعي خاصو يتحرك، يعني خصني ندير حركات رياضيه، خصني ندير، وهذا الشيء بزاف الناس ما داروش، يمكن ما تحت لهمش الفرصه. ما نساوش بانه كاين امهات اللي كان خاصهم يتكلفوا بالواجبات المنزليه وخاصهم يقراو مع الوليدات في المنزل ويديروا شحال وعاد يقدروا يمكن يخدموا العمل ديالهم من المنزل، فهذا الشيء كان يمكن فوق القدره نتاعهم ضغط نفسي. فدابا كاين اللي بزاف اللي وليداتهم شدوا العطله واللي تيدوزوا مازال وليداتهم امتحانات، نتمنوا لهم التوفيق. فهنايا خاصني كأم او كأب او كأي انسان حسيت بهذا الضغط النفسي، فاول حاجه خصني نشوف شنو هي الاسباب اللي تسببت لي في هذا الضغط النفسي. فاكيد كاين اسباب متعدده لهذا الضغط النفسي، فيمكن الضغط النفسي جاني من حيث تحكيت مع واحد الانسان اللي حسيت بالالم بزاف وهو اداني، ويمكن هو ما كانش تيشوف الاذى اللي تتسبب به ليا. ايضا خاصني نشوف واش كان انا يمكن سمحت في حقي بزاف. وكاين المشكل الاساسي اللي بزاف اللي تنساوه هو انهم يعطيو وقت لنفسهم، فتنبقاو تنقولوا لا راه خصني نوجد الماكله، راني خصني نوجد الوليدات، خصني ندير هادي، خصني نخدم خدمتي، وتنسى بانني خصني واحد الوقت للاستراحه ونسمع فيه لنفسي ونشوف نفسي انا شنو باغيه. ما يمكنش انا غير نكون مستمره وصافي وخصني غير نبقى ماشيه في ديكشي اللي خصني نديرو وبدون ما نعطي وقت للاستراحه ونشوف انا شنو هي الحاجات اللي باغيه بصح. فايضا
الحاجه الثانيه اللي خاصني ندير واللي خاصنا نعرفوا بان الاعراض الجانبيه ديال الضغوطات النفسيه هو انني نولي في تشاؤم، في افكار سلبيه، فهنا خصني نبدا ندير شي حويجات اللي غادي يخرجوني من هذا الشيء. فقلنا خصني نعطي واحد الوقت استراحه ونعرف الاسباب، الاسباب اللي ادت بهذا الشيء. ثاني حاجه هو الى كنت لقيت بانه كاين مشاكل بزاف اللي تسببت ليها في الضغط النفسي، فالهدف هو انني نبدا نكتب كيف ما رجعنا، كيف ما قلنا على التنمر، الكتابه تتعاوني بزاف، او الاستشاره مع الخبير. دونك هنا خبير يقدر يكون واحد الانسان، اللي واحد الحكيم عندي في العائله اللي تسمع لي بدون احكام، اللي تستعملي عليه بكل حكمه، او واحد المستشار نفسي اللي غادي يسمع لي وغادي يحاولني باش نخرج من الضغوطات النفسيه. محتاجين انه نفرغوا كاع الشحنات السلبيه ولا الضغوطات اللي كانت وش الحاجات اللي تثبت بها. وهنا محتاجين ناخذ واحد القرارات فاش نعرف الاسباب وفاش نكتب، خاصني ناخذ واحد القرارات باش نبدل شي حاجات في حياتي. كان عندي واحد الضغط نفسي، فمثلا احنا الحجر الصحي هو اللي تسبب، فعارفين بان الحجر الصحي المشكل اللي كان فيه هو اننا كنا جالسين، فدابا غادي ناخذ واحد القرار غادي نخرج واحد باش في الهواء الطلق، يمكن غادي نخرج باش نتمشى، يمكن هنا خصني ولا بدا نخرج بقرارات. فما حد انا كانت عندي ضغوطات نفسيه كبيره ولا ما خرج الفرصه باش نخرج من هذا الضغط النفسي ونخرج الى عالم جديد وندخل في ايجابيه جديده، فهتتولي صعيبه. ديك الشيء علاش خصني ناخذ واحد القرار شنو كيفاش نغير حياتي وشنو هي الحاجه اللي غادي تجعل حياتي وما يبقاش فيها هذا الضغط النفسي. فاكيد يمكن يكونوا ناس اللي تيسبوا لي في الضغط وغادي نولي نتعامل معاهم بطريقه مختلفه ونقدر نبعد ونحفه معاهم باش ما نبقاش في هذا الضغط النفسي، من حيث ما حد انا في الضغط النفسي ما حد غادي نزيد نخسر العلاقه مع هاد الناس اللي يمكن هما كانت ايضا. خاصني غادي ناخذ قرار بالنسبه للمكان، المكان عندي فيه مشكل. واحد المثل الانجليزي تيقول لك if you don't like something move you are not free، اذا كان شي حاجه ما تتعجبكش تحرك فانت لست بش. فإلى انا كنت نحس بان المكان هو اللي تخص علي تيشكل لي ضغط فنبدل المكان. إلى كنت نحس بانه الضغط النفسي جايني من عمل واحد العمل معين ولقيت بان التوجه غلط، دونك خاصني ناخذ قرار باش نبدل العمل. فالضغط النفسي ديما تيجي من اسباب، وهاد الاسباب خاصني نمشي لها ونمشي للاسباب نتاعها باش نعرف نتعامل معاها. دونك هنا فاش ناخذ قرارات، فما بين القرارات اللي مهم ناخذها وانا عندي ضغوطات نفسيه نذكر انه خاصني نتجنب المنبهات، نحاول نمارس تمارين رياضيه، ننظم الطعام ديالي، فهادشي كامل تينقص من وتخلي لي ديما نكون في تطور مستمر ونكون احسن. فالضغط النفسي تقدر يؤدي الاكتئاب الى ما خديتوش بعين الاعتبار والى ما تعاملتش معاه بطريقه. ولكن الى انا قلت انا واحد الانسانه تنحس بواحد الضغط النفسي، ولا انا واحد الانسان تنحس بواحد الضغط النفسي، واليوم انا قررت باش نبدل حياتي، اليوم قررت باش حياتي تكون ايجابيه، انا كنت عايشه بتشاؤم، كنت عندي مشكل كبير، انا مشكله وليت نغضب ولا عندي واحد الصداع حاد، يقدر يكون عندي الام، عندي مخلفات كبيره الضغوطات. هنايا بالنسبه للناس اللي تيسولوني كيفاش نواجه المشاكل، هو انني نعرف اي مشكل عندنا السبب نتاعو. وهنايا كاين ما بين تقنيات ديال التسيير اللي تنديروهم مع الشركات، تقنيه جميله تنستعملوها مع الاشخاص، هي تنرجعوا لافاس كون نابيل بالفرنسي لي 5 بور موف كوا، وهي الخمس حاجات. لماذا خمس مرات هذا المشكل؟ لماذا الخامسه تتكون هي المشكل الاساسي، هو اللي خصنا نمشيو للجدر، ماشي نمشيو غير بحال تنقولوا غير تنطفيو العافيه، لا راه ما خصناش غير نطفيو العافيه، خصنا نشوفوا الجدر ديال المشكل اللي سبب لي هذاك الضغط النفسي. فهاد الشيء كاين ناس اللي عندهم القدره يديروه بوحدهم، وكاين مرحبا دونك اللي تندير مع الناس بحصص فرديه، تنقدروا نديروه بحصص جماعيه وتنديروا تمارين عليها. والناس اللي داكشي علاش نديروا الفيديوهات
الناس اللي ما تيقدروش يعطيونا مشكل بالضبط. مثلا كل مشكل في حال دابا اليوم هضرنا بمشكل ديال التنمر وهضرنا شويه على الحلول ديالو كيفاش نتعاملوا معاه. دونك على كل مشكل خاصنا نحاولوا نتعاملوا مع الاصل نتاعهم باش تنقص عليا الضغط نتاعي. كلما تعاملت مع اصل الاشياء كلما عندي كل الفرص باش تكون حياتي احسن. ونتمنى ان حياتكم تكون احسن واحسن وان شاء الله ما يكون حتى شي ضغط نفسي، بالعكس يكون غير لاشي بريز، يكون سلام وطمأنينة. وإن شاء الله ألقاكم على خير وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله، وألقاكم في رعاية الله. الله يفرحكم والله ينور طريقكم.